Testing, testing, testing. 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 Thank you.
vida, que não é grande sobrevivente. Isso ele é bom. What keeps freedom? Oh, I'm sure not for what was that? Testing. تليق بك مع ومع الروح القدس محي المساوي لك الآن كل أوان ظهر الدم. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة. تغسلني كثيرا من اسمي من خطيتي طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنع كي تتبرر في أقوالك وتغلب. لأني هأنذا بالآثام حبل بي في الخطايا لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني تسمعني سرورا وفرحا فتبتاج عظام المنسحق اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي قلبا نقيا جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزع مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسة عضدني فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتاي لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي ولكنك لا تصر بمحرقات فالذبيحة لله القلب المنكسر المتواضع عليه انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم قربانا ومحرقات حينئذ يقربون على مذابحك العجول شويس نينان تذبحة صلاة الساعة السادسة من النهار المبارك قدمها المسيح ملكنا وإلى نرجو أن يغفر خطايانا مزامير أبينا داود النبي بركات على جميعنا أمين مع بعض اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي
استمع يا الله صلاتي وانصت إلى كلام، فإن الغرباء قد قاموا علي والأقوياء طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله أمامه، هو الله عوني والرب ناصر نفسي، يرد الشرور على أعدائي، بحقك استأصلهم، فأسبح لك طائعا وأعترف لإسمك يا رب فإنه صالح، لأنك من جميع الشدائد نجيتني وبأعدائي نظرت عيناي. ارحمني يا الله ارحمني، فإنه عليك توكلت نفسي، وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإسم. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي، أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين يطؤونني. أرسل الله رحمته حقهم، إذ نمت مضطربا أسنان أبناء البشر سلاح وسهام ولسانهم سيف مرهف. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا وأحنوا نفس، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والقيصارة، أنا استيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلا. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. أليلو. استمع يا الله طلبتي واصغي إلى صلاتي، من أقاصي الأرض صرخت إليك عندما ضجر قلبي، على الصخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك، لأنك أنت يا الله استمعت صلواتي، أعطيت ميراثا لخائفي اسمك. تزيد الملك أياما على أيام وسنينا على سنين، ويدوم إلى الأبد قدام الله رحمتك وحقك يحفظانه. هكذا أرتل لإسمك إلى ظهر الدهور، لأوفي نزوري يوما فيوما. بوكساتي أسيمون قدوس قدوس قدوس. فصم بشرط الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركات على جميعنا أمين. مع بعض. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فمه. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعلمون، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس كي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم. تنقشتموكو بخريستوس نمبكيوتنا غاسوس بيبن مايث وابزي اكي اكسوتي امون ناينام. مع بعض. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من اجل الخطية التي تجرأ، مزق خطايانا ايها المسيح الهنا وخلصنا. انا صرخت الى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي،
التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي. دوكسا باتريكا أيوك أجيوك يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحي بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طيشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السماوية كرم كينين كيائين كيستوسي أونستوني إذ ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل لأن كثيرة هي شفاعاتك مقوية مقبولة عند مخلصنا أياتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا كينين كاين كستوسيون استونيون صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد دوكسا باتريك أيوك نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إله لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك كينين كاين كسوسيون أستون أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح اللهم اسمعنا ترأف علينا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا يا ليسون يا ليسون ارحمنا يا الله يا ليسون يا ليسون اسمعنا وارحمنا يا ليسون يا رب ارحم يا ليسون يا ليسون اسمعنا وارحمنا يا ليسون يا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس 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 رب السبعوت السماء والأرض مملؤتان مجدك وكرامتك ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية الذي دعيك رحمتك يا رب وليس كخطايا أنا
جعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك. نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات ألام ابنك الوحيد أوقات عذاب. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا صك خطايانا المكتوب عليه كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، مخلص نفوسنا. هذا الذي به هدمت كل قوة العدو، أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، نرضي اسمك القدوس المسجود له مخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب غير المبتدئ والابن المساوي لك. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت كل ساعة في السماء مسجود له وممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة، الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ، ادعي الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصايا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك. واجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكر ربنا اللي ادانا نعمة نرجع نكمل مؤتمرات تاني. أظن المؤتمر ده ترتيبه 19 باين، فده نمرة 19 في نيو جيرسي ونيويورك. بشكر ربنا وبشكر جدا قداسة البابا أبا تواضروس على تشجيعه لضعفي وترحيبه بفكرة المؤتمرات. بشكر سيدنا الغالي نيافة الحبر الجليل الأنبا ديفيد لأنه دايما مشجع، وبكرة يبقى معانا شوية بنعمة ربنا.
بشكر كل آباء المنطقة كلهم، آبائي وإخواتي على محبتهم وتشجيعهم. بشكركم لأن مفيش مؤتمر بينجح من غيركم. في رواد هنا مؤتمرات بقالهم أكتر من 10 سنين وخمستاشر سنة. يعني عشان أول سيشن دايما مظلوم، في ناس بتبقى ما وصلتش لسه، لكن احنا هنعمل برنامجنا عادي وهنبتدي عشان المجتهدين اللي زيكم ياخدوا حقهم كامل. بيبقى البرنامج مكثف شوية، فحاولوا يعني تحضروا على قد ما تقدروا. كل سيشن بياخد تقريبا ساعة ونص، ما بين ترتيلة، ما بين أقوال أباء، ممكن يبقى في فيديو عن خدمة من الخدمات، لأن في ناس كثيرة بتسأل عن الخدمات اللي في مصر وبره مصر. وبعدين ممكن أسئلة تبعتوها، بس لو هتبعتوا الأسئلة توصل للمكتب، محدش يجي قدام بعد إذنكم. وبعدين موضوع خاص بالمؤتمر اللي اسمه ماران آسا، هنفهم لسه الكلمة ومعناها وكل تفاصيلها. وبقى في نهاية السيشن ده هيبقى فيه التنبيهات والتوجيهات عشان يكون أكبر عدد حاضر، بس التنبيهات يعني. لكن أول تنبيه ما بقدرش ما أقولوش، الموبايلات مطفي، والسيلفون لو رن هتدفعوا $200 غرامة، فده ما فيهوش في الصال. فأرجوكم إيه عشان الانتربشن يعني، مبقاش يبقى كل شوية حد يرن كده، فمعلش نلتزم الالتزام ده من فضلكم. طب نبتدي نسخن بترتيلة كده. طبعا الترتيل بالنسبة لنا صلاة، وكل ترتيلة فيها معاني روحية كتابية أبائية أرثوذكسية، فما يبقاش الواحد بيرتل كأنه قاعد مستني الوعظة، لا، هو بيرتل على سبيل الصلاة بقدر الإمكان. لا الصوت مش طالع عندكم. عندك صورة جميلة رغم أني خاطي عنيد، صورة قداسة، صورة طهارة، سنت بأحلى إيد، صورة في فكرك مش في الحقيقة، كانت حقيقة في يوم عمادي، يوم بعد يوم كترت همومي، زادت ذنوبي، شوهت للصورة، رجعني تاني لشكلي الأولاني، البسني تاني حلتي الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح الكون، هاتب حياتي وما شدور من كل إنسان على فضيلة، لا عارف أبان زي غيري ولا عارف من نفسي إيمان، وناس أدور على صورتي عندك، اكشف جمالها فيها جهادي، عمل عظيمة من وقت أزلي، أغنالي مرسومة في صورة، رجعني تاني شكلي الأولاني، البسني تاني حلتي الأولى، خليني شبه على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح. انت عندك
يسوع مبدئ من وقت أزلي قبل ميلادي فيها كل تفاصيل حياتي من يوم ميلادي حتى مماتي أعدت ليا غلبة على الخطية على كل سقطة من تقارب نجاتي أقدر أحب كل التجارب بصف إيماني مرسوم لي في الصورة رجعني تاني شكلي الأولاني البسني تاني حلتي الأولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح يلي بتقبل كاسمي يا باري في السن خمس خبزة سمكتين رطل نرديل من مرأة خطيئة خد من إيدي لك عندي دين اقبل حياتي قلة قدراتي ضعفي مواهبي ده أنا صفر اليدين بس بحبك من كل قلبي ده انت إلهي ماليش سيدين رجعني تاني لشكلي الأولاني البسني تاني حلتي الأولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني المؤتمر السنة دي بعنوان ماران آسى. ماران آسى دي لسه هنشرحها وناخد فيها وقتنا، لكن هي ببساطة معناها ربنا جاي. ربنا جاي دي بقى ايه؟ كورونا بتقول كده، والحرب بتقول كده، والغلا بيقول كده، المجاعات بتقول كده، والإنجيل بيقول كده، فاحنا ما ينفعش ننسى كده لأنه ربنا جاي. ومران آسى دي كانت تحية بيقولوها البعض، بيفكروا بعض طول الوقت ربنا جاي خليك صاحي عشان ما يجيش يلاقيك نايم. يعني ده الاتجاه الأساسي للمؤتمر، ان احنا نتكلم عن الاستعداد لمقابلة المسيح وكلام الإنجيل عن المجيء الثاني وفكرة ان ربنا قريب كمان، لانها احيانا تترجم على انها الرب قريب، يعني قريبة لنفس المعنى في اللغة الأرامية الأساسية يعني. لكن آثى زي آتي، يعني اللغة الأرامية أو السورياني القديم ده قريب للعربي شوي، فمران آسى يعني الرب قادم، الرب جاي. فده اتجاه المؤتمر كله. زي ما قلنا هيبقى في كلام عن الأقوال بعض الآباء، وفي فيديوهات عن الخدمة عشان اللي يحب يشارك بالذات بالنزول في مصر ويساعد، أو في أفريقيا وآسيا. وبعدين في موضوعات كمان في اتجاه المؤتمر. نبدأ ببعض أقوال الآباء عشان أنتوا برضو إيه ناس الشاطرين اللي جيتوا أول ناس تاخدوا حقكم. أقوال الآباء عن الاستعداد، كل مرة هاخد حوالي 3 أقوال. معلش لينا رجاء محدش يعدي من قدام تاني لو سمحتوا من فضلكم، عشان برضو ايه ما يبقاش في ديستراكشن كل شوي. لا تخالف معلميك. القول ده يا احبائي الواحد اسمه ثيوفان الناسك، واحد من اباء الكنيسة، وله كتب كتيرة عن الجهاد الروحي. فبيقول لا تخالف معلميك ومرشديك الروحيين، بل أطيعهم برغبة في كل شيء منفذا أوامرهم بسرعة. وعن استعداد، لا سيما أولئك الذين يقدرون أن يعلموك الاتضاع
ويغضبونك ضد إرادتك وأهوائك. التعليم ده مهم أحبائي. ليه؟ طول ما الواحد ماشي بدماغه وبمزاجه ممكن يضلل نفسه حتى في الطريق الروحي، يعني حتى روحيا ممكن تختار لنفسك اختيارات يتهيأ لك انك انت ايه ماشي صح وعامل اللي عليك. في الحياة الروحية لازم تحط نفسك في نظام طاعة، وده فكر كنيستنا ان كل واحد فينا له أب اعتراف وبيقول حاضر، وحاضر دايما تبقى ضد إرادتك، يعني بتبقى مش مبسوط لما أبوك الروحي يقول لك لا معلش سامح أخوك، تقعد تقاوح وتقول له أخويا ظلمني أخويا تعبني، يقول لك صلي له وسامح. دايما الاعتراف المفيد هو اللي تطلع منه بحاجة ضد إرادتك، لأنه إرادتنا معطلة، إرادتنا دايما معناها لسه في كبرياء، لسه في رغبات خاصة، بينما الخضوع لإرادة ربنا من خلال الكنيسة وأب الاعتراف والتجارب والآيات بتاعت الإنجيل هو ده اللي يحميك. فبيقول ما تخالفوش. للأسف النهاردة ممكن يطلع واحد يقول إيه أصل أب اعترافي دقة قديمة، خلاص يعني أنت بقيت تحكم عليه يبقى مش هتسمع كلامه، يبقى هتضيع نفسك لأنك بقيت أنت اللي تقيم أبوك. لا، أبوك الروحي بيتكلم في سكة السماء، تقول حاضر حتى لو الكلام ما كانش عاجبك، قول حاضر وخد بركة الطاعة فعلا. فبيقول أطيعهم برغبة، يعني يبقى عندك رغبة تسمع الكلام، مش بس مستعد، تبقى ناوي انك تقول حاضر مهما تكلفك الطلب ده، منفذا أوامرهم وبسرعة، يبقى بتنفذ اللي بيتقالك بسرعة، وعلى قدر طاعتك على قدر نموك. على فكرة يعني لو أبوك الروحي قال لك صلي 5 مزامير، لو التزمت من أول يوم وصليت 5 مزامير هتلاحظ شور، لو التزمت هتلاحظ فرق. لو قال لك ابعد عن الناس دول وقلت حاضر وبعدت هتلاحظ على طول في فرق. إذن خلي عندك رغبة واستعداد. وبيقول بالذات الناس اللي يعلموك التواضع، لأنه التواضع يا أبائي يا أحبائي مرهق شوية. التواضع ده معناها استحمل اللي حواليك، اعتذر للي مزعلك، تعال على نفسك، وطي رأسك للموجة، أشكر كتير، احتمل الظروف القاسية. يعني التواضع جهاداته مش سهلة، بس ده أكتر طريق آمن للسماء. لما تكون متواضع القلب انت بقيت شبه المسيح، هتدخل السماء. والعكس، الكبرياء ده ام الخطايا كلها. فلو شايف نفسك احسن من غيرك وحاسس انك انت يعني بار لا تحتاج الى توبة، انت في حتة خطر قوي. فبيقول بالذات اللي بيعلموك التواضع، في بعض الاباء بيبقوا شداد، الأب الشديد إن كان في الوعظ أو في الإرشاد صدقوني ساعات يكون أفيد، زي اللي بيدي دواء تقيل بس الدواء ده يشفي بسرعة. طب وماله، أنت محتاجه. لو أنت بتدور على خلاص نفسك ما تدورش على راحتك، لكن لو هتدور على راحتك يبقى هتضيع نفسك. فهنا بيقول بالذات اللي يعلموك طريق التواضع. حاسب من فكرة أبونا مش فاهمني، أبونا مش حاسس بي، أبونا مش مقدر، أبونا ظلمني، لا كده أنت بتضيع نفسك لأنك مش هتعرف تقول حاضر في الآخر. حكمة أخرى بيقول قال شيخ استعد كل حين لأن تقبل الأتعاب والشدائد مع الضيقات الآتية عليك. خليك مستعد طول الوقت انك تتقبل الشدائد اللي جاي عليك، ولا تصغر نفسك ويضعف جسدك فتهلك بتعبك، بل اقتني لك صبرا وثبت افكارك قائلا ان هذه انما اتت علي بسبب خطاياي، ان صنعت هكذا ان معونة الله ونعمته تدركك سريعا. يعني ايه؟ ما تيجي عليك ايام صعبة، جي عليك ظلم، جي عليك مرض شديد، جت تجربة
في حزن جامد. ما تستسلمش للحزن وتصغر نفسك وتقعد تقول ربنا رافضني، ربنا نسيني، ربنا مستقصدني، ليه بيحصل كده؟ لا، ما تمشيش مع الكلام. اصبر وثبت افكارك. ثبت افكارك على ايه؟ قول ده جاي علي عشان خطاياي. احسن طريقة تفكير مع الايام الصعبة، انا محتاج ده. اكتر طريقة مفيدة لما يجي لك مرض او تجربة، تقول انا محتاج ده، ربنا بيعالجني، ربنا بيأدبني، ربنا بينقيني. لما تعمل كده ربنا يسندك، معونة الله ونعمته تدركك سريعا، تلاقي تعزيات، تلاقي نمو روحي، ممكن حتى التجربة تتحل بسرعة. انما تبقى بترفض وبتقاوح ومتغاظ، انت كده عمال تطول في التجربة، بينما هي سهلة قوي تخلص لو انت سلمت لإرادة ربنا واعتبرت نفسك محتاج اللي بيحصل لك. اللي بيحصل لأن ربنا عاوز يصلح فيه حاجة أنا مش شايفها. حكمة أخرى برضو لثيوفان الناسك، بيقول لقد سحبت النعمة الإلهية تعزياتها منك. ساعات تحس أن ربنا كده إيه، زي اللي أنت مش حاسس بيه أو هو مش حاسس بيك. مفيش تعزية في الصلاة، مفيش مشاعر، القلب دراي كده، بايخ ناشف، ولكنها تقف من قرب تراقبك. يعني قلبك يطفي كده، يجي لك مرحلة فتور وبرود. خلي بالك، النعمة رجعت لورا لكن بتتفرج عليك، بصالك. نعمة ربنا اللي فيها التعزية والقوة والفرح وكل ده، سوف لا تتركك بلا معونة ما دامت إرادتك نحو جانب الخير. يعني إيه؟ يعني لو جالك وقت فاتر ومطفي ومتضايق من نفسك، طول ما انت نفسك في ربنا وبتقاوح، النعمة بتتفرج عليك ومبسوطة، زي الأم اللي بتتفرج على طفلها وهو بيحاول يمشي، بعد كده هتاخده في حضنها بس هي مبسوطة انه بيحاول. فبتسيبك النعمة تحاول زيادة، تزود مطانيات، تزود مزامير، تاخد خلوة، تروح لأب اعترافك، تروح كم قداس ورا بعض. ليه؟ انت متضايق من نفسك، مش حاسس بحاجة. سوف لا تتركك بلا معونة ما دامت إرادتك نحو جانب الخير. لذلك اثبت واقفا وعالما أن هذه العاصفة ستنتهي سريعا. يعني خليك مطرحك، كمل، هترجع لك التعزية، ما تخافش، بس كمل، آوح كده وكمل. حيث أنك لو احتملت هذه التجربة لغيبة النعمة دي، ستخرج منها بمعرفة أعمق عن ضعفك. إذن ساعات ربنا يمنع تعزياته. ليه؟ بيبقى الواحد لما ربنا يديله تعزية في الصلاة أو في الخدمة، ممكن يضرب بإحساس أنه بقى كويس، أو أنه أحسن من غيره، أو أنه يعني ابتدى يدخل في سكة ربنا زيادة. الضربة دي وحشة. فبيقول هتطلع بقى من حالة الفتور دي وانت متأكد أنك إيه، غلبان وضعيف. ستتعلم اتضاعا أكثر. يبقى فترات الفتور أحيانا قيمتها أنها تعلمنا أن الواحد غلبان وما يقدرش يقرب من ربنا بشطارته، ومهما عمل ما يعرفش يغير في نفسه، وأن التعزية دي دور إلهي، نعمة مجانية، مش شطارة إنسانية. فتبقى مقتنع أنك على الغلبان وعلى قدك يا عم. ستتعلم اتضاعا أكثر واقتناعا قويا أن معونة الله على استعداد دائم وقريبا لتكون في عونك ومساعدتك. يبقى احنا تعلمنا ثلاث دروس. درس الأولاني، قول حاضر لأبوك الروحي على غير هواك، وامسك في الطاعة عشان تتعلم التواضع، وانقد إرادتك، تحدى إرادتك الشخصية. درس الثاني، لو جات لك أيام صعبة، تجارب، قول أنا محتاج، أنا محتاج ده عشان ربنا يجهزني للسماء. ثالث حاجة، لو قلبك طفأ وبعدت عنك النعمة ومفيش تعزية، اجتهد، كمل، يعني انتظر النعمة، خليك في موقفك ثابت، هترجع لك النعمة، والفترة دي هتفيدك مش هتضرك. دي خبرات القديسين مع المشاعر المختلفة.
طب نقول ترتيلة تاني، نقول علمني يا رب أحب. ترتيلة دي احنا السنة دي خدنا مع الخدمة عندنا شعار الميل التاني، لو انتوا بتتابعوا بعض السيشنز يعني بتاعت مصر. الميل التاني معناها انك تحب اكتر من العادي، لان ربنا قالها بشكل صريح، لو حبيت اللي بيحبوك ما عملتش حاجة زيادة. ومش ده اللي ربنا مستني، ربنا مستني تحب اكتر من العادي. العشرين والخطاب يعرفوا يحبوا اللي بيحبوا، الحرمية يعني يحبوا الحرمية اللي زيهم. فانت بقيت في مستوى الحرمية لمؤاخذة يعني، طب ما احنا لازم نبقى مستوى اعلى شوية. يبقى الميل التاني ببساطة انك انت هتحب اللي مش بيحبك، وتسلم على اللي ما بيسلمش عليك، وتخدم اللي ما بيستاهلش، وتطول بالك على اللي ما بيفهمش، وتحترم غير المحترم. فانت بتعمل حاجة فوق العادي. وعشان كده هنقول ترتيلة علمني يا رب احب، لانه طلع الحب اللي ربنا بيطلبه ده غير اللي احنا متعودين عليه. اللي جات فيها بقى احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، عشان تبقوا اولاد ابوكم. اتفضل.
مش ممكن هقدر وحدي احب عدوي في ثواني، مش ممكن هقدر وحدي احب عدوي في ثواني، الا لما ارفع قلبي والنعمة تكون سنداني، إلا لما أرفع والنعمة تكون سنداني. علمني يا رب من جيل لجيل تاني، وإزاي لا أكون في الريسي تبقى زماني، علمني يا رب أحب وأمشي لميل تاني، وإزاي لا أكون الرئيسي أو ملكة تبقى زماني. عندي سؤال ليكوا، طيب تجاوبوني عليهم. ازاي الواحد يوقف دماغه من الغضب من ناس تعبوه؟ يعني حد ضايقك وربنا بيقول لك حبه، تحبه ازاي وتوقف دماغك ازاي؟ ما صعب؟ ايوه صعب. طب وبعدين هنعمل ايه؟ لازم نعمل حاجه. ارفعوا ايديكم. يعني الدماغ دي مشكلة، انك انت بتبقى عاوز تعمل الصح لكن دماغك ملوحه لموكس، يعني بتروح في حته غلط، بتجيب لك بقى القديم والجديد. تعمل ايه عشان تقاوم تفكيرك؟ التفكير الطبيعي رياكتيف، ناس ضايقتك فانت متضايق، عمال الموضوع يغيظك فمش عارف توقف. اتفضلي. برافو عليك. اول اجابه حلوه، افتكر ان ربنا بيحبني وانا بغلط، يمكن دي تساعدني. ايه كمان؟ اعمل ايه في دماغي لما تكون شايلة من حد وربنا بيقول لي لازم تحب؟ تفضلي. ها برافو عليك. صلاة يسوع، لما بفضل ازن بوقف راسي، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع المسيح انقذني، يا رب شيل عني. كأنك عمال تخبط على باب ربنا تقول له افتح، انا مش قادر لوحدي. اعمل ايه في دماغي لما تكون حتفة شمال؟ افتكر الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع عن اللي كان مديون بدين كبير قوي، وربنا سامحه راح مسك فخوه في مديونية صغير، في الاخر اتحبس لان صاحب الدين الكبير زعل، قال له انا سامحتك في ده كله، ما قدرتش تسامح اخوك في الحتة دي، طب ادفع بقى اللي عليك. المثل ده فعلا بينبه الواحد. اعمل ايه في دماغي؟ اتفضلي. احاول افكر في اي عذر يمكن يخفف الزعل اللي جواي، يمكن مش فاهم، يمكن مغلوب من خطيته، يمكن الشيطان ضحك عليه، يمكن في ناس قلبوه عليا، فاقعد ادور في اعذار يمكن ده يهون شوية التعب اللي عندي. برافو عليك شاطر. التغصب يعني ايه؟ انا هغصب نفسي اعمل حاجة صح معاه، هغصب نفسي اضحك في وشه، هغصب نفسي اصلي له زي ما المسيح قال صلوا لاجل الذين يسيئون، هغصب نفسي اقول عليه كلمة كويسة لما تيجي سيرته. انا بعمل ايه؟ بعمل مجهود ضد نفسي، بس دي عند ربنا غالي، وده مش رياء لان انا ماليش غرض، عشان ما حدش يخاف من الرياء، ده مش رياء. اتفضل. شكرا. هي قالت نقطتين حلوين. النقطة الأولانية، براجع نفسي ممكن أكون أنا سبب في الغلط،
أنا اللي استفزيته. يمكن هو ليه دايما هو اللي غلطان، مش يمكن في حتة عندي برضو؟ يبقى برضو دي هتفرق. الحاجة التانية بتقول نقرأ كتب روحية عن الغفران والتسامح، هيساعدنا. حد يضيف حاجة تانية؟ تفضلي علي صوتك. برافو عليك. الآيات اللي عن الغضب ساعات تساعد الواحد، مثلا غضب الإنسان لا يصنع بر الله، بطيء الغضب خير من الجبار، مالك روحه خير ممن يملك مدينة. مجرد الآيات اللي فيها إشارة للغضب وخطورته بتفوقني، معناه أنا في اللحظة دي أنا في حالة خطر. قديس الأنبا موسى الأسود كان عيده مبارح، من أقوال موسى الأسود ولو بعض الأقوال الجميلة أوي. ده طبعا كان حرامي كبير في الأول، ومع كده سبقنا كلنا طبعا في القداسة، فده مثل رائع للأمل والرجاء. قال الأفكار تيجي في الدماغ من ثلاث مصادر، يا من ربنا تبقى أفكار مقدسة، يا من الشيطان تبقى أفكار شريرة، يا من الخزين اللي عندك من نفسك تقلب جواك كل شوي. فبيقول لاحظ أفكارك واسأل نفسك، الفكرة دي من الشيطان ولا من ربنا ولا مني؟ كل فكر، ففكرة الغل والغيظ يبقى غالبا أنت والشيطان، هي حتة منك وحتة من الشيطان مغذيها. لكن فكرة التسامح واحتمال الآخر دي من ربنا. فاختار أفكارك، ودي عاوزة جهاد، أن الواحد يختار الفكرة عشان ما يسيبش نفسه الشيطان يسيطر على دماغه ويسوقه بعد كده. حد يضيف حاجة تانية في معركة الدماغ دي؟ ولي دكتور، برافو عليك. كمان هو غلط فيه، هفترض غلط فعلا، طب أنا مش غلطت في ناس كتير؟ ويمكن أنا لسه هغلط تاني في ناس تاني. الفكرة دي ممكن تفرمل برضو، أن أنا فوق نفسي، أنا يا ما غلطت في ناس ويمكن لسه غلط تاني، هبقى نفسي الناس تسامحني، يبقى مش كتير عليه ينتظر مني الغفرة، لأن أنا كمان تحت الألام يعني لسه بغلط. تفضل. كويس، هي دي اتقالت، نقولها تاني. أفتكر أن ربنا سامحني في كتير قوي ولسه بيحبني رغم كل اللي عملت. الموضوع ده مهم أحبائي، لأنه لما الواحد بيستسلم للغيظ والأفكار الوحشة من شخص، الروح بينطفئ، لا تعرف تصلي ولا تعرف تخدم، ويمكن ما ينفعش تتناول حتى، لأنك اتغلبت من دماغك. لا، لازم تقاوم، لأنه خطر عليك أن دماغك إيه يدخلها الصراصير دي. تفضل، عاوز تقول حاجة؟ برافو عليك. برضو احذر من اللي بيزودوا في الزعل، في ناس بتغذي الزعل، في ناس بتزود في الكلام، في ناس للأسف يعني بغرض وبين غير غرض يزودوا المشاكل، فلازم تبقى حكيم وتتفادى الناس دول. طيب ممكن نشوف فيديو من الخدمة؟ معلش نبعته بقى مكتوب. معلش الأول فيديوز، وأم ببرام مقسمة شرايح. بص، احنا مشغولين بقالنا سنين بخدمة اسمها خدمة أم ببرام للتنمية. تنمية معناها ان نغير في دماغ كل فئة عشان تعيش حياة أفضل، تتعلم مستوى أفضل، تشتغل بمستوى أفضل. عندنا 23 برنامج للتنمية، يعني مرجعهم سيدنا البابا بيتابعهم، منتشرين في أكثر من 60 إبرشية في مصر، واصلين لمئات الآلاف من المخدومين. مش بندي فلوس بقى وأكل وشرب، لا، بنشتغل على دماغ الطفل ودماغ الست الطيبة اللي ما بتقراش، والفلاح البسيط والعامل البسيط والخادم البسيط، عشان يطور نفسه فيقدر يكسب ويعيش ويقرب من ربنا بطريقة أفضل.
في موبايل عاوز يدفع 200 جنيه نفسه يدفع، فاحنا مش هنحرمه من الايه، من الفرصة مرة تانية يا دكتور. 200 دولار، سوري اخطات، انا لسه انا مش عارف انا فين. هنفرجكم بس عن مثل، كل كده سيشن نفرجكم عن عينة من اللي اخواتكم بيعملوه في خدمة التنمية في مصر، عشان تبقوا عايشين معانا يعني ايه تنمية قرية، يعني ايه فئة معينة نطورها ننميها. وبرضو الموبايلات ارجوكم راجعوها، اي سيلفون قابل انه يتقفل. اوكي جو هيد. برنامج اسمه القديس الصغير، انا هحكي انا بعد اذنك، انا خليه شغال وانا هتكلم انا. احنا عندنا 2000 فصل حضانة في القرى في مصر، معاهم حوالي يعني في كل قرية يعني بتبقى مشرفات بندربهم على اعلى مستوى، بنوضب الحضانة، الحضانة تبقى فصلين او ثلاثة، الاطفال دول بتعلموا القراية والكتابة قبل ما يدخلوا المدرسة، وبالتالي وطي سنة أمير عشان أعرف أتكلم. ده برنامج تاني اسمه الكوتشينج، ده بيشتغل على أطفال المدارس اللي هما مش بيكملوا تعليم. عندنا مدارس كتيرة مش العيال ما بتتعلمش، فبيبقى معمول البرنامج بارلل لمدارس الأحد، الولاد دول بيتفوقوا، بعضهم دخل الجامعة بعد ما كان هيسيب المدرسة، وبرضو في كذا ألف خادم في الصعيد معانا. الحساب الذهني ده اللي هو اليو سي ماس لو تسمعوا عنه، احنا مسمينه الحساب الذهني، عندنا زيادة عن 1500 شاب بيدرسوا عشرات الالاف من الاطفال عشان الطفل يبقى ذكي من طفولته، وبنديه ببلاش مع ان ده في مصر بالالافات يعني، وده بيعلم الطفل ذكاء التحليل وذكاء الحفظ، فبيغذي ذكاء كل الفئة دي. اولاد الملك ده برنامج لخدمة أطفال القرية الترفيهية والتنموية، عندنا مكانين دلوقتي، مكان في إنا ومكان في الخطاطبة، بيستقبل الأطفال 150 طفل كل 4 أيام طول الصيف، يعلمهم ألحان ولعب وياخد شنطة للمدرسة ولبس شيك، وتعرفين برنامج وبعضكم جي ساعدنا في الخطاطبة، وده طبعا بيشغل مئات من الخدام كشباب، وبيستهدف في كل مكان حوالي 3-4 آلاف طفل في الموسم يعني. برنامج الفان كرو ده فريق تاني برضو فيه مئات من الشباب، بيوصلوا الإنجيل عن طريق الألعاب للقرى والمدن. ميزة كل فكرة من دول شغلت شباب كتير قوي وغزت أو خدمت 10 أضعاف عدد الشباب من الأطفال. فدي عينة من برامج الخدمة، تلاحظوا كلها مش تقليدية يعني، غير مدارس الأحد، ما الناس دعوا بمدارس الأحد، موجودة في كل حتة، لكن الحاجات اللي مش تقليدية دي هي اللي بتجيب نتائج أعلى وبتخلي الناس كلها تخدم وتتخدم. وعندنا حلم أنه إيه، أو شعار كده نقول كل الناس تخدم وكل الناس تتخدم بعد كده. طب نقول ترتيلة كمان عاوز أعلمها لكم، معلش السيشن الأولاني براحتي شوية لغاية ما العدد كله يجمع. نقول فيما أظنه ترتيلة دي ريحت ناس كتير من اللي هم إيه حاسين ربنا مش سمعهم، بتقول فيما أظنه لا يستجيب، بيستجيب بطريقة تانية أو بيفتح باب وأنا مش واخد بالي. Thank you.
أظنه لا يستجيب يرتب أمرا عجيبا رهيب يحل قيودي ويطفي اللهيب بيدي فيصنع عهدا جديد يظل أمينا وديعا قريب فيغجل قلبي بحب العجيب وحين يطول الليل الرهيب نراه يضيء أمام ويفتح أمامي بابا جديد فكيف أظنه لا يستجيب فكيف أظنه لا يستجيب يزلزل أسوار سجن العتيق ويعطي لنفسي سلاما عجيب ويسكب زيتا وماء وخمرا يضمد جرحي إلى أن يطيب رأيته ينظر من فوق الصليب ويرقب رجوعي له من بعيد ودمه كان غالي شفاء وحبا حياة وبر لمن يريد فكيف أظن لا يستجيب فكيف أظنه لا يستجيب فيما أظن لا يستجيب يرتب أمرا عجيبا رهيب يحل قيودي ويطفي اللهيب بيدي فيصنع يظل أمينا وديعا قريب فيعجل قلبي بحب العجيب وحين يطول الليل الرهيب نراه يضيء أمام الطريق ويفتح أمامي بابا جديد فكيف أظنه لا يستجيب فكيف أظنه لا يستجيب يطمئن خوفي ينير السبيل له سلطانا على المستحيل يكثف دمعي ويرفع حملي على كتفيه بطول المسير نظرت إليه بعين العبيد فمال إلي كأب رحيم يهرع لعوني ويعرف وجعي ويدعوني بين البنين فكيف أظنه لا يستجيب فكيف أظنه لا يستجيب وفيما أظنه لا يستجيب يرتب أمرا يحل قيودي ويطفي اللهيب بيدي فيصنع عهد جديد يظل أمينا واديعا قريب فيغجل قلبي بحب العجيب وحين يطول الليل الرهيب نراه يضيء أمام الطريق ويفتح أمامي بابا جديد فكيف أظنه لا يستجيب فكيف أظنه لا يستجيب نبدأ أول محاضرة في السلسلة بتاعة مران آسى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين مران آسى كلمة أرامية بتقول ربنا جاي وهي تحية من تحيات الكنيسة عارفين لما نقول خريستوس أنستي ترد تقول أليسوس أنستي
دي تحيات، تحيات لتورجية، يعني طلع من روح العبادة، روح الصلاة، روح الكنيسة. فكل الشعب حتى لو مش حافظ حاجات كتير عارف كلمات بسيطة، يعني كل واحد قبطي يعرف أبانا الذي، يجوز مش حافظ خين إبران، مش حافظ حاجات كتير، بس يعرف أبانا الذي، يعرف كريا ليسون، يعرف أجيوس. فاحنا مران آسة دي كانت كلمة تقال، عشان كده القديس بولس لما حطها حطها زي ما اتقالت في اللغة، عشان كده مكتوبة عندنا في الإنجيل بالعربي في آخر رسالة كورنثوس الأولى آية المران آسة. طب ما احنا الكتاب اللي في ايدينا عربي، عارف لما تكتب برافو به ره ألف فو كده، ما هي برافو دي كلمة فرنساوي، تلاقيها انجليش وعربي بتكتب بالحروف. ففي بعض الكلمات من كتر استخدامها تنتقل للغات الأخرى بنفس نطقها، فبقى اليونانيين يقولوها ماران آسا، حتى لما اتنقلت للعربي اتكتبت ماران آسا، لأنها تحية ختم بها القديس بولس رسالته الأولى. أحد أهم معانيها الآتي، وأنا عاوز أكلمكم في حتة بقى مهمة، يعني إيه المسيح بالنسبة لنا؟ هو الآتي. كلنا بنقول مبارك الآتي باسم الرب، أو الآتي دي مران آثى، آثى دي يعني آتي. فالمسيح هو هذا المبارك الآتي إلينا باسم الرب. مبارك دي كلمة يعني لك البركة، يعني بننسب البركة لربنا لأنه أتى وأيضا يأتي. تعالوا نعيش بقى مع الفكرة دي لأنها مهمة قوي لخلصنا. ساعات تترجم the Lord is near أو is at hand، اللي هي الرب قريب، ودي استخدمها بقى في رسالة فيليبي، يعني في كورنثوس قايلها مران آسى، في فيليبي 4 حطتها الرب قريب، the Lord is at hand أو is very near، لكن هي في أصلها آسى أقرب إلى كلمة جاي أو جه أو هيجي. عشان كده جابها يوحنا في آخر الرؤية لما قال أمين تعالى أيها الرب يسوع، هي تعالى دي آسى، آسى برضو في اللغة الأرامية يعني تعالى بقى. فكأننا لما بتقول ماران آسى وحد يقول لك ماران آسى أو أمين آسى، فتقول له ربنا جاي، يقول يا تعالى بقى، ترد عليه وتقول له ما احنا مستنين اهو. فيبقى الكنيسة كلها عايشة في حالة توقع المسيح جاي، وده المعنى اللي قاله المسيح ان الكنيسة سهرانة العريس جاي، يا بخت اللي يلاقيه ايه سهران. لكن لو لقي لقاه غفلان ونايم وملخبط يويل هذا العبد، لكن طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده ساهرا. إذن هي في لغتها الأرامية تعني الفعل في أي زمن، يعني إيه أتى أو يأتي أو سيأتي، كل ده مقبول في كلمة مران آسى. وعلى فكرة ده بقى اللي قاله الإنجيل، تعالوا نبص لها كده. أولا الأصل بتاعها كورنثوس الأولى 16، إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناسمة. أناسمة دي كلمة تاني مش عربي برضو، مش كده؟ أناسمة يعني محروم أو ملعون، وتيجي في الإنجليش كلمة كيرسد. اللي ما يحبش المسيح محروم من السماء، محروم من الخلاص، محروم من الملكوت، أو هينال لعنة في الآخر. عشان كده دول كلمتين من قاموس القرن الأول كانت الناس عارفاها، أناسمة يعني بعيد عنكم الايه المحروم والملعون والهيضيع. وعشان كده مران آسى يعني كلكم بقى استنوا المسيح عشان انتوا ايه مش ملعونين. اللي ما يحبش المسيح فليكن خسران كل شيء، اللي يحب المسيح يعمل ايه؟ يستنى. يبقى تعالى أيها الرب يسوع، دي صرخة كل الكنيسة اللي متحب عريسها، عايشين كلنا نقول وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. الكلمة دي يعتقد أنها كانت بتستخدم زي الكلمات المعتادة، زي كلمة أمين مثلا، تتقال كتير قوي بس كده في القداس. كلمة قليلوا يا احنا بنقولها أكتر من أي طائفة على فكرة، بس بنقولها بنغمات جميلة، قليلوا يا لأن احنا محبين للمزامير جداً، فتتقال مثلا قللو يا قل، وساعات قللو، ساعات أمين قللو يا كريم. فليها كذا طريقة في الألحان، لكن احنا محبين لقللو يا لأن احنا بنحب التهليل، قللو لله.
إذا دي كلمة كانت من الصلوات الليتورجية القديمة ماران أس. في تعبير للقديس يوحنا الرائي، لأن كل دول جيل واحد، القديس بولس ويوحنا كل دول في زمن القرن الأول، يقول طوبى للذي يقرأ في أول سفر الرؤيا، يقول يا بخت اللي يقرأ، اللي هيقرأ الرؤيا، وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. يوحنا إلى 7 كنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من بصوا بقى التعبير ده مهم قوي، من الكائن الذي كان والذي يأتي ومن 7 الأرواح التي أمام عرش. ركزوا معايا في التعبير ده، من الذي من الكائن والذي يأتي، هو was and who is to come، اللي هي فكرة مران آسى، يعني هو جه ولسه جاي. هي دي تركب على المسيح، لأن احنا دلوقتي محصورين بين مجيئين بتوع العهد الجديد. في العهد الجديد ابتدى المسيح جه ويخلص امتى؟ المسيح يجي على السحاب فندخل السماء. وعشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي، ابونا بعد التقديس قبل التناول على طول يرفع الصينية ويتلفت مرتين، اول مرة، وكل مرة نقول ايه؟ مبارك الآتي باسم الرب، اول مرة عشان يقول جه، وبعدين يرجع ويتدور تاني عشان هيجي تاني. يبقى احنا ايه؟ نؤمن انه اتى وننتظر مجيئه التاني. يبقى المسيحي عنده ايمان ان المسيح جه وجاي، يبقى عايش في فكرة ماران آسى طول الوقت. كلمة الكائن دي كلمة مهمة قوي، لان الكائن هي ترجمتها الاصلية في العبرية يهوى، او اللغة اليهودية القديمة، يعني الكائن بذاته، يعني الموجود دائما. قال لهم يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فعشان كده ساعتها رفعوا الحجارة يرجموا ليه، لأن محدش يقدر يقول أنا كائن إلا الله وحده، اللي تعبير الموجود بذاته، يعني الكينونة تخص الله لأنه لم يكن قبله أحد. محدش فينا يقدر يقول أنا كائن في المعنى اللغة الأصلية، لا أنت موجود لأن حد أوجدك، لكن الكائن بذاته ده دي حاجة تخص الله وحده. فيقول هنا رفعوا حجارة ليرجموه. إذن فيها إعلان عن المسيح كإله وإعلان عن مجيء. في نفس الإصحاح الأولاني رؤيا 1 يقول إيه؟ أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. نفس الآية بيكرر، إحنا في نفس الإصحاح. وكأن يوحنا بدأ رؤيا يوحنا بكلمة جاي جاي، وختم رؤيا يوحنا تعالى أيها الرب يسوع. فكأن الرؤيا كلها بتقول إيه؟ ماران آس، بتقول ربنا جه وجاي، اعملوا حسابكم، ربنا جه يخلصنا، وأيضا يأتي فيما جديد اللي بنقولها في قانون الإيمان، وأيضا يأتي فيما جديد ليدين الأحياء والأموات. في نفس الإصحاح الأولاني يقول هو ذا يأتي مع السحاب وستنظر كل عين. تاني بيقول جاي، هيجه على السحاب وتنظر كل عين، والذين طعنوا، الذين طعنوا دي بتاع زكريا النبي، قال هيجي ويشوفوا كل اللي طعنوا، وينوح عليه جميع قبائل الأرض، نعم أمين. الآتي ده دي كلمة مهمة قوي. ليه؟ فاكرين في أول إنجيل يوحنا راحوا الفريسيين ليوحنا المعمدان، سألوا سؤال بالنسبة لنا مش مفهوم، قالوا له ايه؟ انت هو الآتي؟ الحقيقة السؤال مرة واحد جه سألني قال لي هو يعني ايه كلام؟ ما هو جه، ما يوحنا جه، يعني ايه انت هو الآتي؟ ما اي واحد جه يبقى جه خلاص. فهنا معناها لا، اليهود مستنين واحد معين ينطبق عليه هذا اللفظ الهام، المسيا عندهم هو الآتي. فالآتي دي مش بتاعت أي نبي ولا بتاعت أي شخص، لأنه أشعياء بالذات وهوشع وأكتر من نبي قال سيأتي الله، سيأتي، فأصبح لقب الآتي يخص الله المتجسد، يخص المسيا. فعشان كده راحوا ليوحنا المعمدان قالوا له أنت الآتي؟ قال لهم لا مش أنا. ليه؟ أنا ما استاهلش أفك سيور حزامه الآتي ده. وبعدين قال لهم سيأتي بعدي، سيأتي، بصوا بقى الآتي جاي ورايا، أنا جيت قبله لكن هو أقدم مني،
أقدم منك إزاي وجاي بعديك؟ أيوة أقدم مني لأنه إله، لكن سيأتي بعدي متجسدا. واضحة؟ إذن يوحنا شاور أنه الآتي هو المسيح ربنا يسوع. تلاحظوا بقى في العهد القديم كلمة الآتي دي كتير قوي، يعني المزمور بيقولها لنا مبارك الآتي باسم الرب. المزمور ده بتاع الأعياد اليهودية، مزمور 118 ده اللي هو أربطوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أشكروا الرب لأنه صالح. ده مزمور الأعياد عندهم. ليه؟ لأن اليهود منتظرين المسيح، إحنا بقى خلاص المسيح جه، ده الفرق. فإحنا بنقول مبارك الآتي بسعادة، هم نفسهم يشوفوا لسه، لأن هم رفضوا يسوع الآتي ومستنين مسيح على مزاجهم، فمش هيجي طبعا، هيجي دجال أنتي كرايست يعني. في العهد الجديد تلاحظوا يوم حد الزعف كل اليهود البسطة اللي هما بقى مش فريسيين ولا كتبة ولا شيوخ، الناس كلها البسيطة عرفت ان يسوع الناصري هو الآتي، فخرجت كل الجموع تقول ايه؟ مبارك الآتي باسم الرب. عرفتوا ليه اليوم ده عيد كبير، عيد سيدي كبير؟ لاننا بنهتف مع كل المؤمنين بربنا يسوع انه هو الآتي. يبقى حددنا ان كلمة الآتي تخص المسيح وحده، أتى وخلصنا، ده أصغر تعبير عن المسيحية كلها، زي أك إي أكسوتي إمون، أتى وخلصنا. ودي قالها أشعياء زمان، قال يأتي ويخلصنا، هذا هو إلهنا انتظرناه، أتى وخلصنا. أشعياء قال كده، شاف المسيح جاي فإيه حط عليه لقب الآتي. بصوا أشعياء مثلا بيقول إيه هنا؟ على جبل عالي صعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي ما تخافيش، قولي لمدن يهوذا. بصوا هو ذا إلهك، يبقى بيشاور هنا، بيقول بصوا أهو أهو ربنا أهو. يبقى ربنا تجسد وأتى، ماران آثى، الرب قدم، الرب حضر. يبقى ربنا جه، أدي معنى ماران آثى اللي احنا مشغولين به. وعشان كده تتقال في القداس ليه؟ كأن الكاهن بيقول أهو ربنا اللي انتم مستنينه، أهو هتتناولوه كلكم. فعشان كده احنا بنقول مبارك الآتي للمسيح اللي في إيد أبونا اللي في الصينية والكاس، وفرحانين قوي وعاوزين نتناول بسرعة. ارفعي صوتك وارفعي لا تخافي، قولي هو ذا إلهك، هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وزراعه تحكم له. صليبه بقى مش كده، هو ذا أجرته معه، جايب السماء معه، لأن خلاص كل اللي هيؤمن بها ياخد الحياة الأبدية. كراع يأتي يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، في حضنه يحملها ويقود المرضعات. كلمة الآتي دي بقى تبحر فيها القديس بولس. احنا معلش موضوعنا في جانب لاهوتي وجانب تطبيقي، فبرضو عيشوا معايا المعنى الجميل، لأن كلمة الآتي دي كل مرة تقولوها لازم تبقوا فرحانين، لأنه أتى ويأتي، فإحنا على لقاء مع المسيح، مدينا معاد ومستنين. لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، لذلك عند دخوله للعالم، لما المسيح دخل للعالم اتقال عليه مزمور غريب قوي، يقول ذبيحة وقربانا لم تريد. يعني ربنا مش عاجبه الذبايح اللي بتتقدم كلها، ولكن هيأت لي جسدا. الابن بيقول للأب كده، مزمور ده غريب قوي، واليهود عارفين انه مزمور مسياني، مسياني يعني يخص الآتي، يخص المسيح. فبيقول المسيح، بيقول للآب انت مش عاجبك ولا ذبيحة، قلت لي تاخد جسد وتيجي انت تبقى ذبيحة. كأن الآب بيقول للابن كده، هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت انا الابن بقى، ها انا ذا آتي، في درج الكتاب مكتوب عني. يعني كل الكتاب بيتنبأ عن مجيء المسيح، لأفعل مشيئتك يا الله. يشرح بقى بولس ويقول، إذ يقول آنفا ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح لم تريد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس، ثم يقول ها أنا ذا آتي لأفعل مشيئتك. إذن ينزع الأول ويثبت الثاني. يعني إيه؟ نوقف بقى كل ذبائح الأولانية دي مش جايبة نتيجة، ويبقى عندنا ذبيحة واحدة هي الآتي. احنا بنقدم المسيح الذي أتى إلينا ذبيحة عن كل خطايانا،
وعشان كده يوم حد الزعف لو انتوا فاهمينه، اليوم ده كان كل يهودي يجيب عيلته ويجيب خروف يقدمه. اليوم ده المسيح دخل في أورشليم كخروف عن كل البشرية، كان يوم 10 نيسان اللي كل عيلة تجيب خروف وتربطه لغاية 14 نيسان. المسيح دخل بزفة كأنه الحمل المسؤول عن كل عيلة البشرية دي، وحفظ من 10 ل 14 وذبح على الصليب. يبقى هو ده الآتي، انتظرناه فأتانا وخلصنا. دانيال شاف المسيح في اليوم ده بروح النبوة، قال كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان. أتى، he came، أتى الآتي تاني. معلش أنا عمال أحفظكم فكرة إن الآتي أو مران أتى دي كلمة مهمة قوي في المسيحية، اللي ميزنا عن أي عقيدة تانية إن ربنا جه، ربنا جالنا الدنيا. في ناس بتؤمن إن في ربنا، لا إحنا نؤمن إن ربنا مش بس موجود، ده جه، جالنا لغاية عندنا من أجلنا من أجل خلاصنا، نزل من السماء تجسد. ده اللي يميزنا، وعشان كده احنا مستنين ويجي تاني يأخذنا معه. مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه، قربوه يعني حسب قربانا، يعني البشرية كلها قدمته قربان قدام الآب. وأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم. سلطانه سلطان أبدي، يبقى الآتي سلطانه أبدي، يبقى ده مش شخص عادي ولا نبي عادي ولا ملك عادي، لا ده المسيح وحده. وملكوته ما لا ينقرض، يبقى ده ملكوت السماوات. ميخا شاف نفس المنظر وقال هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض. يبقى اللي جاي ده مش شخص عادي، اللي جاي ده ربنا نفسه هينزل ويمشي على الأرض. مزمور يقول جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته. كلمة هذا هو في اللغة العبرية معناها واحد بيشاور على حاجة شايف، فلما يقول هذا هو إلهنا يبقى أصبح منظور. يعني عادة ما نقولش هذا هو، نقول ربنا موجود غائب، لا هذا هو يبقى احنا شايفين حاجة دلوقتي. فلما اتقال من السماء هذا هو، هو هنا لوحدها معناها هذا هو يهوى، هذا هو ابني الذي هو يهوى الذي به سرر، وتكررت مرة في الغطاس ومرة في التجلي. صوت الأب يقول ايه، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمه، ودي اسمها شهادة الأب عن ابنه. يبقى الأب شهد أن ابنه هو ده الآتي، هو ده اللي مستنينه، هو ده كلمة الله المسؤول عن خلاصنا. عشان كده المسيح نفسه قال إن كنا نقبل شهادة الناس، يعني كان يوحنا شهد للمسيح والأنبياء شهدوا للمسيح، طب مش شهادة الآب أعظم؟ هنكذب الآب؟ الآب من السماء بيقول ده ابني، قد أتى إليكم أرسلت إليكم، هذا هو الآتي. طب لو كذبته بقى تطلع ربنا كذاب؟ هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. تستغربوا أحبائي أنه الشعب الطيب اليهودي أدرك حكاية الآتي قبل كتبه الفريسيين والكهنة، ودي دايما في كل جيل، الناس المتكبرة ما تصدقش بالسهل، الناس الغلبانة بسهولة قوي تصدق. فلما المسيح كان بيتكلم عن الإفخارستية في يوحنا 6 يقول لما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع بعد معجزة الخمس خبزات الأول، هذا هو بالحقيقة النبي الآتي. يبقى هم قالوا يبقى هو ده الآتي. وكلمة النبي غير كلمة نبي، نبي آتي دي تنطبق على أي نبي، النبي الآتي تنطبق على المسيح وحده. معلش حتى عربي شوي، ألف لام تغير الموضوع خالص، لأن ألف لام دي تخليها واحد معين. طب إيليا نبي وإليشع نبي وأشعيا نبي، لا بس ولا واحد، ولا يوحنا المعمدان حتى أعظم من نبي، لكن مش هو الآتي. لكن المسيح له المجد، هو الآتي وله صفة النبوة، طبعا مش بيتخبرنا بأمور آتية، كصفة نبوة هو طبعا بيقول لنا المستقبل، يبقى انطبق عليه المعنى. حتى دي مهم، قد تكونوا عارفين ان كلمة شهادة هي كلمة مسيحية في الأصل،
وكلمة شهادة جاية في إنجيل يوحنا عشرات المرات، والغرض من ذكرها في إنجيل يوحنا هي التأكيد أن المسيح هو ابن الله الآتي. دي أهم حاجة في الشهادة المسيحية. صحيح 5 بالذات من إنجيل يوحنا بيكلم عن موضوع الشهادة ده. الشهادة يعني أي مسيحي كان لازم يشهد أن يسوع هو ابن الله الآتي، أتى وخلصنا كده، ممكن تعمد كده بقى مسيحي. فيقول أما أنا، ده ربنا يسوع اللي بيتكلم، ليه شهادة أعظم من يوحنا؟ لأن يوحنا بنسميه شاهد، شهد يوحنا وقال اللي أنا عمدته ده أنا شفت الروح القدس نازل عليه، واللي بعتني قال لي اللي تشوف الروح القدس نازل عليه هو ده الآتي، هو ده اللي هيخلص العالم، هو ده ابن الله. فيوحنا شهد، يوحنا شهادته مش قليلة لأنه ده أعظم من نبي. فبيقول أما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الأب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي. لما نيجي نتكلم عن لاهوت المسيح نقول أعماله تؤكد لاهوته. مين يعمل معجزات زي اللي عملها المسيح؟ تقولوا الأنبياء. لا، الأنبياء بيطلبوا ربنا عشان يعملوا المعجزة، المسيح ما بيطلبش معجزة، المسيح بيؤمر. المسيح بيعمل المعجزة باسمه، ووصى تلاميذه يعملوا المعجزات باسمه، يبقى تفرق كتير، لأنه أي نبي أو رسول بيعمل المعجزات باسم ربنا، لكن المسيح بيعملها باسمه بقرار منه. فبيقول الأعمال اللي أنا بعملها هي كمان تشهد لي. مين يخلق عينين؟ المسيح وحده. مين يقوم ميت؟ المسيح وحده. مين من الأنبياء قام من الموت؟ ما حدش طبعا، المسيح لوحده، لأنه أعظم من أي إنسان. وهي الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته، ليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. بصوا الباراجراف ده فيه كم كلمة شهادة. بصوا ارجعوا تاني، أما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، مش كده؟ وبعدين يقول الأعمال تشهد لي، وبعدين الآب يشهد لي. يبقى في كم شهادة هنا؟ عدوا معايا شاطرين. الآب بيشهد، والأعمال المسيح بتشهد، ويوحنا بيشهد، مش كده؟ لسه في واحدة كمان. وبعدين يقول ايه؟ فتشوا الكتب لأنها هي التي تشهد لي. يبقى عندنا 4 شهادات أن المسيح هو ابن الله الآتي لخلصنا. الآب يشهد للابن، أعمال المسيح تشهد له، الأنبياء وعلى رأسهم يوحنا المعمدان يشهدون له، كل الكتب المقدسة بتشهد له. يبقى احنا بتوع الشهادة المسيحية، أننا نؤمن بأن يسوع هو ابن الله، ودي أصل البداية. كانش في قانون إيمان في الجيل الأول عشان يدخلوا بعديه يتعمدوا، كان قانون الإيمان الأساسي إيه؟ أؤمن أن يسوع هو ابن الله، ودي اللي قالها يوحنا في آخر إنجيله، قال هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، هي دي الشهادة، ولكي يكون لكم حياة متى أمنتم باسمه، هتتعمدوا تاخدوا الحياة الأبدية لما تصدقوا أن يسوع هو ابن الله الآتي. كل ده كان بيتلخص في كلمة إيه؟ ماران آث. شفتوا عبقرية الكلمة؟ ماران يعني الرب، آثا يعني أتى أو يأتي، فالرب أتى إلينا، هذه المسيحية. وبالتالي كانت تحية مهمة جدا أن الناس تفرح بيها، لما تقول ماران آثا يعني أنت مؤمن بالمسيح كإله أتى لخلاص البشرية. ربنا يسوع استخدمها كتير في كلماته، يقول خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم، واستخدمها في اللغة الأصلية عشان تنطبق على كلمة الآتي، أنا جيت لأني أنا الآتي، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. يقول أنا قد أتيت باسم أبي، وإنتوا مش عجبكم، لو جي واحد تاني باسم نفسه هتقبلوه، وده اللي بيحصل في التاريخ، يأتي بعض الناس يدعون ادعاءات لأن الناس تمشي وراه، مش كده؟ لكن المسيح هو الآتي باسم الآب، عشان كده نقول مبارك الآتي باسم الرب، يعني الآب أرسل ابنه، والآب والابن واحد في الجو. يوحنا 10 يقول أما أنا فقد أتيت،
بوريكم بس ان ربنا يسوع اصر ان اللقب ده بتاعه هو، الاتي دي تخصه هو، اتيت لتكون لهم حياه. اذا بره المسيح ما فيش حياه، يبقى الناس بدون الايمان بالاتي تهلك. عشان كده كنيستنا تحب قوي تحيه مبارك الاتي باسم الرب، ودي تحيه تاني اسمها ماران اس. الجمل الصغيره دي بتعبر عن ايماننا من صغرنا يعني. اتيت دي بقى بنقولها في القداس لانها بنفرح بيها. وعلى فكره في الطقس القبطي عند اتيت ابونا ينغم، المفروض ياخد وقته شويه يعني، ياخد راحته ليه؟ عشان يغنيها يعني، مزاج يعني، جيد بقى، فيبقى فرحان بيها قوي ان ربنا جيب جد. فاحنا في عهد انه جه، بتوع العهد القديم اشتهوا اللحظه دي، كانوا مستنين ويجي، احنا جه. فيقول مثلا انت اتيت الينا على الارض، اتيت الى، اتيت، خلي بالكم من اتيت، اتيت الى بطن العذراء. وبعدين نكمل نقول اتيت الى الذبح، يبقى هو جه بطن العذراء عشان يتجسد، عشان يوصل لايه في الاخر؟ الى الذبح. يبقى غرض الاتيان ده وغرض التجسد الفداء والخلاص. بعد كده كتأمل يعني، لما الواحد ما يبقى فاكر ان ربنا لسه عالي في السماء وما جالوش، مش قريب ليه، يبقى في حالة حزن، يبقى في حالة خوف، يبقى في حالة كآبة. مريم ومرثا كانوا مستنين المسيح يجي، ما جاش. فاكرين حصل ايه؟ حصل موت في البيت، الموت دخل البيت، لعذر مات، وكانوا قاعدين تعبانين جدا. جه المسيح بقى متأخر بعد ما لعذر مات، بس كده. فقالوا لهم المعلم قد أتى، جريوا. ليه؟ لأن هم كانوا مستنينه، بس هم صعب عليهم، ليه انت جيت متأخر قوي، ده مات. قال لهم بدل جيت يبقى المشكلة اتحلت، بدل جيت يبقى ولا الموت يخوف. فهمتوا المعنى؟ إذا المسيح جاي عشان قضية الموت دي. فكلمة المعلم قد حضر دي خلت البنات يطلعوا جري يشوفوا المعلم قد حضر وهو يدعوك. افتكروا ان ربنا دايما بيجي. ربنا ممكن يبان كأنه غايب، كأنه متأخر، بل الذي أتى أيضا يأتي، وهو دائما يأتي. عشان كده نقول من محرس الصبح لليل أنتظر الرب. أنا مستنيك تيجي يا رب، مستنيك تغير الأوضاع، مستنيك تغير العالم، مستنيك تاخدني السماء، مستنيك تصلح المشاكل. إذن فكرة أتيان المسيح، يأتي كمالك سلام يعطي السلام. فتلاقي دايما دخلت المسيح على البيت ده شالت الموت، شالت النكد، شالت الحزن. البيت ده بقى هايس، وبقى العذر بقى قاعد جنبه بعد شوية، اللي هو الناس راح تعزت فيه. فقد كده دخول المسيح معناها في حياة وفي فرح وفي قيامة. ومن هنا يجي معنى الرب ماران آسى، دي كلمة مفرحة جدا، يعني ولا الموت يقف قصادك. والبعض بيقول ان الكلمة دي كانت تحية للشهداء، يعني ايه؟ لما حد يموت يقولوا ماران آسى، يعني ما تخافش، المسيح جاي يقومهم، لان كل اللي في القبور دول مستنين المسيح يجي يقومهم. فماران آسى يعني الرب قادم، لها اخر الحكاية. الظلم له اخر، والغش اللي في العالم له اخر، والشر له اخر. ماران آسى، ما تقلقش، الرب قادم، الرب قريب، الرب آتن. كلها تحية تؤكد انه ايه، ما تعولش هم حاجة، ربنا جاي، ربنا هيتصرف، ربنا يزيح. اختم بقى بحاجة تطبيقية. ماران آسى عبرت عنها الكنيسة بصلاة يسوع، لانك وانت بتنادي على المسيح كأنك بتستدعيه، كأنك بتقول له تعالى يا رب، انا كمان جوايا موت، انا جوايا كآبة، جوايا حزن، جوايا خوف. فمجرد تقول يا رب يسوع المسيح، ده إعلان عن الآتي، ابن الله الحي ارحمني مثلا. صلاة يسوع هي ترجمة لماران آسى. يبقى لما الواحد يبقى مع ربنا يبقى خلاص مش خايف من حاجة، مفيش حاجة تزعجه، لأنه أتى وأيضا يأتي، بتاعت يوحنا اللي قاعد يقولها كذا مرة، وختم بها سفر الرؤيا وقالها بفرح، أمين تعالى أيها الرب يسوع. نحتاج ان احنا نعيش بإيمان الأطفال. الطفل لما يقولوا له بابا جاي، ها بابا جاي، بابا جاي امتى؟ يعني ايه؟ جاي معاه حاجة حلوة، جاي بالسماء معاه، فيبقى بابا جاي ده خبر حلو. ف
فلو تقبلنا الخبر بأطفال بإيمان الأطفال ربنا جاي، كل هي مشاكل هتخلص، هنتقابل في السماء، يبقى الموضوع جميل. فعشان كده المسيح قال ارجعوا خليكوا أطفال، لأن انتوا وانتوا أطفال هتلاقوا نفسكوا سعداء، ولو ما بقيتوش أطفال مش هتدخلوا السماء، إن لم تصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا، لأنه من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد، زي هدية، بابا جايب هدية وجاي، فاللي مش هياخد السماء هدية من ربنا مش مستني الآتي فمش هياخد. تعالوا نفكر كده بقى طول المؤتمر، هو أنا عايز مستني اللقاء ده ولا مش شغلني الموضوع ده؟ السؤال المهم، يا ترى الفكرة دي بتيجي في دماغي أنا هقف قدام المسيح وأشوفه وجها لوجه، هو وعد إنه جاي وجي في حياتي كتير واتدخل في حياتي وحياتك كتير وسطر علينا كتير وكل يوم معانا على المسبح، لكن هنشوفه وجها لوجه لأن الوعد لسه مكملش، يأتي على السحاب وستنظر كل عين. على هذا الرجاء كلنا نعيش ونفرح بربنا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. هنقول بقى تنبيهات المؤتمر ونبتدي البريك بعد كده. طيب بالمناسبة المكتبة اللي بره كل منتجاتها بتروح لخدمة الأنبا برام للفقراء، يعني إن كانت كتب أو فلاشات أو منتجات، وبشكر كل اللي بيتعبوا ينقلوا شنط من مصر عشان يجيبوها للمؤتمر، لكن كل ده بيروح للخير اللي بيروح للخدمة في الصعيد والحاجات. كمان هتلاقوا البوث بتاع خدمة Light for Orphans اللي هي بتاخد أي تبرعات وتحولها لمصر من غير ما يتخصم منها ولا سنت، يعني تحط $10 يجي لنا في مصر $10 مع ميزة التاكسز اكزامشن اللي بتاخدوها لأنها جمعية مشهورة في أمريكا. البوث الثاني هتلاقوه بتاع مؤسسة من مؤسسات الخدمة اسمها مصر بلا مرض، مؤسسة جميلة قوي انطلقت في مصر بتعمل خدمة طبية لمئات الألاف من الفقراء مسلمين ومسيحيين، اشتغل فيها كذا ألف طبيب متطوع قبطي، فبقت سمعتها جميلة قوي، الوزراء سمعين بيها وبيمدحوها وليها كرامة كبيرة. برضو اللي عاوز أي بيانات الدكتورة لميا موجودة كمان، عشان عاملين لقاء مخصوص لمصر بلا مرض يوم الاثنين بالليل بعد المؤتمر، جالة مخصوصة اللي يحب يشترك فيها يعرف بالتفصيل بتعمل إيه المؤسسة دي في مصر وإزاي أصبحت معبرة عن فكر الكنيسة في حب المجتمع، وناس كتيرة قوي ابتدت تحب الكنيسة بسبب الخدمات الطبية المجانية اللي بتقدمها المؤسسة، لأنها طبعا كلها بتتقدم بالروح الحلوة بتاعت يعني دكاترتنا المسيحيين وبتوصل للنجوع والقرى، فيعني بقى لها كرامة كبير. تفضل يا نانسي لو هتكلم أو هاني أي حد. هي نانسي غالبا هتقول التعليمات بعد المحاضرة التانية، هي عايزة تجهز حاجات تانية، بس عشان بس لحسن تكونوا قلقانين شوية لو سمحتوا خدوا كاميرا قصدي بيكتشر من الاسكان للكيو ار كود هتنزلوا المؤتمر كله، احتفاظا ان احنا ما نبوظش الشجر اللي في العالم، فبدل ما نطبع ويترمي، فلو سمحتوا خدوا اول ما تعملوا الكاميرا عليها بيحصل زي كادر كده اصفر تدوسوا عليه بيداونلود المؤتمر كله، اعتقد ممكن تعملوها من مكانكم، وممكن نحطها برده على السكرين البعيدة. لو ما قدرتوش هي محطوطة في كل حتة، في تقريبا 50 كيو ار كود موجود في كل الاوض في كل الحيطان بره، فاللي مش قادر يعملها دلوقتي يعملها بره. ده بالنسبة للموضوع ده، اللي عنده استعداد يخدم معانا جوه المؤتمر بالذات في حاجه اسمها نايت واتش، يعني اسم الصليب، برضو نشكر ربنا عندنا اولاد كتير وجايز يسهروا وجايز يلعبوا وجايز يخبطوا على الاوض، فلو في اباء عايزين يساعدونا لو سمحت يقولي في نهايه اليوم النهارده، يعني ممكن نعمل شيفتات بحيث اللي يقدر يسهر يبقى كتر خيره، عشان بس ما نزعجش الناس وما نزعجش الناس اللي عايزه تنام النهارده. بقية التعليمات بعد إذنكم هنقولها بعد كده. لو عايزين تعرفوا المؤتمر ممكن تحط السكرين،
المؤتمر برودكاستت على لوجوس تي في، على فاذر داود يوتيوب شانل، على وان فلوك وان شيبرد اللي هي الكوميتي الاورجانيزيشن بتاعت المؤتمر، وعلى سي واي سي فويس اوفر، يعني في ترجمه فوريه بتحصل لكل حاجه ابونا بيقولها بالعربي، اذا كانت اسئله او سايينجز اوف ذا يعني اقوال قديسين او محاضرات. فاللي عنده ناس عايزين يسمعوا بالانجلش يدخلوا على سي واي سي. طيب برضو تنبيه واحد بس، اللي بيبقى عاوزني في خمس دقايق ماكسيمم خمس دقايق بيدي اسمه للدكتوره جابي، اظن جابي اكسكيوز مي اوقفي معلش، دكتوره جابي بتاخد الاسماء، بس اللي عاوز مني دقايق فقط، وبيبقى لنا اظن في روم مخصوصه للميتينجز، في اوفيس او روم مش كده جابي، هي يعني هناخد جنب دلوقتي ونتكلم، وبنأجل الصور لو سمحتوا ليها معاد، يعني موضوع ان احنا ناخد فوتوز اظن هيتعمل فوتو سيشن بحيث يبقى سريع شويه، لان نشكر الله اغلب المصري ما بيعرفوش يصوروا، فبتبقى الحكايه يعني جهادها صعب شويه. نعم حبيبي. ايه ده الاسئله بعد اذنك هتتلم يعني في خلال البريك، ممكن تتحط هنا بقى في وقت البريك بعد، وهنتعامل معها في اول السيشن الجاي. معانا ساعه، ممكن ساعة بريك طويل كده عشان اللي ما استلمش الغرف او لسه عنده اي استفسارات. هنرجع على 2:15 بعد اذنكم، 2:15 لو سمح، بس خدوا من فضلكم الصورة عشان يبقى البرنامج نازل على موبايلاتكم. الحمد لله على السلامة ليكم كلكم، تعيشوا لكل مؤتمر. Thank you. Thank you.